لجنة للتحقيق في تلك الأحداث وتحديد المسؤوليات تم تشكيلها إذن للنظر في الأحداث الدامية التي شهدتها سليانا منذ سنة. هذه اللجنة قدمت تقريرا لم يتم تفعيله. سنة مرت على أحداث سليانا وأحداث الرش كما يلقبها الكثيرون، إلى الآن لم يتم تحميل المسؤوليات في هذه الأحداث. لجنة التحقيق المستقلة التي أحدثها منتدى تونس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انتقدت الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة وعدم احترام القانون في التدرج لمواجهة المحتجين من طرف رجال الأمن. ما تعرض له مواطن سليان يعتبر نوع من العقاب الجماعي، انتهاكات جماعية، ويعني تم استعمال يعني سلاح الرش بطريقة مخالفة للقانون، سواء كان من ناحية المسافة. يعني أحيانا احنا عيننا كلجنة حالات يعني إصابات على بعد أمتار قليلة، ما فما اللي حتى أقل من 4 أمتار، وأيضا إصابات، فالظهر هذا دليل على أن المواطنين ما كانوش يعني في مواجهة لقوات الأمن. اللجنة حملت المسؤولية لوزارة الداخلية وتساءلت عن الأوامر التي أعطيت لرجال الأمن للقيام بهذه الانتهاكات حسب اللجنة. وإذا كان نحمل المسؤولية لوزارة الداخلية مش معناها نحملها لرجال الأمن، ثم مسؤولين مش ربما مش حتى الإنسان المباشر للعمل لدي، من أعطى الأوامر، من أصدر الأوامر باش تقع الأمور هذه، خاصة وأنه كما ذكرت لك سابقا أنه رجال الأمن في سليانا لم يقع يعني وضعهم في المسؤولية ولا انقراضهم، لم يقع انقراضهم في عملية الرش ولا في عملية ضرب المواطنين ولا في زاد كذلك القنب المسيل للدموع. جاء وقع الاتيان بمجموعة أخرى من رجال الأمن من أماكن مختلفة.